الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام في جميع أنحاء العالم، أهلا بكم معنا وهذه حلقة من برنامج الرحمة المهداة. هذا البرنامج الذي نخصص جميع حلقاته بمناسبة احتفالات مصر والأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف. أعزائي المشاهدين، في هذا البرنامج نوضح صفات ومعجزات وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة، ونقدمه للأمة الإسلامية. هذا البرنامج سعدنا أن يكون ضيفنا في حلقة اليوم وجميع حلقات هذا البرنامج فضيلة الإمام أمير المؤمنين في الحديث الشريف الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأصفر. في دكتور، برحب بصدق معنا. في دكتور، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام معجزات أسبلت نبوته صلى الله عليه وسلم، ولو تحدثنا عن معجزة القرآن الكريم. نعم، كان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة، منها معجزات حسية كحنين الجزع لما تركه وخطب على المنبر، وكتكثير الطعام وتسبيح الحصى ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وانشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى آخر هذه المعجزات الحسية. أما ما أشرت إليه سيادتك من المعجزة المعنوية وهي القرآن الكريم، فهي المعجزة الخالدة. المعجزات الحسية رآها في وقتها من رآها، لكن المعجزة المعنوية وهي القرآن خالدة باقية منذ أكثر من 14 قرن إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، لأن القرآن الكريم معجز بأساليبه وتراكيبه وألفاظه ومعانيه والأخبار والقصص للأنبياء وللأمم. مستشفى الراشد الخيري بالعاشر من رمضان، جودة في أداء الخدمة الطبية لغير القادرين، صالة استقبال مطورة للمرضى والزوار، عيادات خارجية لجميع التخصصات الطبية، الأسنان، المسالك البولية، المخ والأعصاب، الجراحة العامة، جراحات التجميل، الرمد، البطن العامة، الأطفال، جراحة الأورام، العظام، الأنف والأذن، النساء والتوليد، مع نخبة من أكفأ الأطباء بجميع التخصصات، قسم الطوارئ وبه أحدث الأجهزة الطبية وطرق الإسعافات السريعة لجميع الحالات، معمل لكافة التحاليل الطبية وبأحدث الأجهزة وأدق النتائج، أجهزة أشعة حديثة طبقا لأحدث النظم العالمية للأشعة المقطعية والدوبلير والسونار والإكستري، غرف مطورة لاستقبال المرضى بعد العمليات الجراحية، غرف العناية المركزة مجهزة بأحدث الأجهزة وطاقم تمريض يعمل على مدار 24 ساعة بكفاءة عالية، قسم خاص للأطفال مع أطباء متخصصين ومتميزين، قسم للعلاج الطبيعي، غرف عمليات مجهزة طبقا لأحدث النظم العالمية. مستشفى الرشاد الخيري بالعاشر من رمضان، تقع المستشفى بالمجاورة 8، رئيس مجلس الإدارة دكتورة سناء أبو سمرة. مجموعة الهلال والنجمة الذهبية تهنئكم بالمولد النبوي الشريف وتقدم عروض خاصة على جميع المنتجات، وتأكدوا ان المنتج الاصلي محفور عليه اسم الهلال والنجمة الذهبية ومش اي لون نجمة تانية.